مشاهدي الكرام حياكم الله، نشرة إخبارية جديدة من قناة الموكلة المحلية ونبدأها بأبرز العناوين. وصول قوات سعودية إلى العاصمة عدن في إطار عملية إعادة التموضع لقوات التحالف العربي. ورفض الأرصاد بحضرموت تعلن أن الإعصار المداري كيار بعيد التأثير على المحافظة. الهلال الأحمر الإماراتي يسلم أجهزة إلكترونية لكلية الحاسوب بعدن ويقدم مساعدات غذائية لأهالي شبوة. كانت هذه أبرز الأنباء وإليكم تفاصيلها، أهلا بكم. وصلت إلى العاصمة عدن قوات عسكرية سعودية في إطار عملية إعادة التموضع لتجريها قوات التحالف العربي. وقال مسؤول محلي أن سفينة كبيرة وصلت ميناء الحاويات بمدينة المعلا وعلى متنها مئات الجنود والضباط السعوديين وعشرات المدرعات والمعدات العسكرية الحديثة متجهين إلى مقر التحالف في البريقة غربي عدن، مشير إلى انتشار قوات سعودية في وقت سابق في بعض المواقع الاستراتيجية الهامة ومنها مطار عدن الدولي وقصر معاشيق وميناء المدينة. وأوضح المصدر أن القوات الواصلة هي الأولى منذ إعلان التحالف العربي الأحد الماضي إعادة تموضع قواته في عدن. أقامت قوات الدعم والإسناد وقيادة الساحل الغربي بالعاصمة عدن حفل توديعي للقوات الإماراتية التي ستعود إلى بلدها بعد أن أبلت بلاء حسن في الدفاع عن الأمة العربية من خطر إيران. وخلال الحفل تبادل قائد اللواء 5 دعم وإسناد مختار النوبي وقائد قوات التحالف العربي العميد راشد الغفلي الدروع التذكارية، وعبر النوبي عن خالص شكره وتقديره لموقف القائد الغفلي ومؤكدا أن روح الإخاء والتعاون والاستشارات ستكون باقية، ولن ينسى أفراد اللواء 5 دعم وإسناد تلك المواقف البطلة للقوات الإماراتية وستظل وسام شرف لن ينساها كل الجنوبيين. تمكنت القوات الجنوبية من صد محاولة تسلل حوثية باتجاه بلدتي بتار والجب بجبهة الفاخر شمال غربي محافظة الضالع، وتلقت القوة الحوثية قصفها بمدافع الهاونزر من قبل أبطال اللواء 2 مقاومة جنوبية. وقال مصدر عسكري أن المحاولة الحوثية نحو عملية التقدم باءت بالفشل بعد أن تم رصدها من خلال العمليات الاستخباراتية، ونتيجة للمحاولة الفاشلة عادت ميليشيات الحوثي هاربة إلى موقعها السابق. وتخوض قواتنا المسلحة في هذه الأثناء مواجهات شرسة ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة الفاخر غربي مديرية قعطبة. الميليشيات تحاول باستماتة التسلل باتجاه حبيل الكلب وتبة عثمان، لكن قوات المقاومة الجنوبية لها بالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن صامدون في الجبهات وهذه تبة الحمراء، ونحن بقيادة معين الشيخ اللواء الثاني مقاومة، وهؤلاء لا يهمنا ولا يعنينا، هؤلاء علوم مرتزقة خايلون يدخلون محافظة ضالع لكنها مقبرتهم. نعم نشكر القيادة الموجودة الأفراد، ونحن صامدون هنا لآخر قطر من دمائنا. وشكرا لقناة المقاومة الضالع على حضورها في المتارس في كل ساعة وفي كل دقيقة. نحن هنا أفراد اللواء الثاني مقاومة بقيادة القائد أبو همام محمد علي صامدون في قطاع القلب جبهة مريس منذ 9 أشهر، وكل يوم نكبد العدو خسائر فادحة والمعنويات عالية. بفضل الله تعانق السماء ثم بفضل القيادة، ونحن رهن الإشارة لأي جديد وفي أي وقت. صنفت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بديوان حضرموت الإعصار المداري كيار إلى الدرجة الثالثة بعد أن استقر على الرابعة خلال 48 ساعة الماضية. وقالت غرفة الأرصاد في إشعارها أن الإعصار سيضعف تدريجيا خلال اليومين القادمين ويتحرك إلى شمال وسط بحر العرب، ثم تدخل في حيز كتلة هوائية جافة متمركزة في غرب شبه الجزيرة العربية ليتحول إلى منخفض مداري مطلع الأسبوع القادم على مدخل خليج عدن الشرقي، مشيرة إلى أن الحالة تزال بعيدة التأثير على المحافظة وتحت المتابعة والرصد. هذا ونوهت الغرفة بضرورة الابتعاد عن نقل الشائعات من مصادر غير رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة أن تستمد نشرتها من مصادر موثوقة رسمية سواء محلية أو إقليمية.
واجهت السلطة المحلية في حضرموت جميع المكاتب الخدمية والجمعيات السمكية برفع درجة الاستعداد الكامل لمواجهة المخاطر المحتملة للحالة المدارية في بحر العرب كيار، ووضع تدابير احترازية لتفادي أي طارئ محتمل. خطوات احترازية قامت بها السلطة المحلية في حضرموت لمواجهة الأخطار المحتملة للحالة المدارية في بحر العرب والمسمى كيار، والتي تبعد نحو 1000 كيلومتر عن أقرب نقطة لبلادنا، ولم يعرف حتى اللحظة الاتجاه الصحيح والمسار الذي سيسلكه الإعصار لصعوبة التنبؤ في مثل هكذا حالات، ما عدا تأكيد تحركه نحو السواحل العمانية مع انخفاض درجات تصنيفه إلى منخفض عميق. وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريج حث على تفعيل غرفة العمليات وقيام مختلف المرافق والمؤسسات بوضع تدابير احترازية لتفادي أي طارئ محتمل، ومواصلة غرفة الإرصاد الجوية والإنذار المبكر عملها في متابعة ورصد مسار واتجاه إعصار كيارا، وإعداد النشرات التحذيرية وإشراك مختلف وسائل الإعلام والمجتمع بالتوعية ومساندة جهود الجهات المختصة وإجراءاتها الاحترازية المبكرة. وحذرت قوات خفر السواحل الصيادين بعدم ركوب البحر خلال الأيام المقبلة مع رفع درجة الجاهزية والاستعداد لمواجهة الحالة المدارية، فيما أصدر مكتب الصحة بالوادي والصحراء تعميما لجميع المرافق والمستشفيات العامة والخاصة برفع جاهزيتها لمواجهة إعصار كيار. السلطة المحلية بالمكلا عقدت هي الأخرى اجتماعا بحضور أركان المنطقة العسكرية الثانية لتنسيق التعاون بين مختلف الجهات ومساندة جهود الفرق المشكلة لمواجهة الحالة المدارية كيار، واتخاذ السبل التي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وإجلاء القاطنين بالقرب من السواحل وبطون الأودية ومجاري السيول. وفي الشحر خرج اجتماع أعضاء لجنة الطوارئ بالمديرية بمنع الصيادين من ركوب البحر ابتداء من يوم الخميس، ووضع القوارب في أماكن آمنة، وتصفية مجاري السيول في الأودية والشعاب مع توفير المركبات الإرشادية، وعمل دوريات بالقرب من السواحل والأودية، ورفع الاستعداد في مكاتب المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومؤسسة الكهرباء والصحة والنظافة. وفي سياق متصل أجرت اللجنة العليا للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي استعدادا مكثفا للحد من المخاطر التي قد يسببها الإعصار كيار في المناطق الساحلية، وأكد باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من المخاطر التي قد يسببها الإعصار، ووضع برنامج ميداني لمعالجة أي آثار أو أضرار قد يخلفها الإعصار المداري كيار. التقى وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي مجموعة من صيادي مديرية الديس الشرقية لمناقشة قضاياهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول آلية تنظيم الاصطياد. ووجه الوكيل بن حبريش بعقد لقاء آخر موسع يحضره المختصين في الجهات ذات العلاقة، ومن بينهم هيئة المصائد وخفر السواحل، للوقوف أمام كافة الإشكاليات التي يعاني منها الصيادون بالمنطقة وإيجاد لها الحلول المناسبة. دشنت بمستشفى سيئون العام الحملة الطبية التطوعية لجراحة التشوهات الخلقية للمسالك البولية للأطفال التي نفذها فريق طبي متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتستهدف الحملة 69 طفلا وطفلة من مختلف محافظات الجمهورية. وخلال تدشين أعرب وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان لدعمه المتواصل في كثير من المجالات الصحية والتنموية والخدمية والإغاثية. بدوره أوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي أن الحملة تهدف إلى تخفيف معاناة السفر على مواطني وادي حضرموت والمحافظات المجاورة، كون هذه العمليات تحتاج إلى السفر إلى الخارج. نظم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت لقاء تشاوري لمنظمات المجتمع المدني بمديرية شبام تحت شعار منظمات المجتمع المدني بين الواقع والمأمول.
وفي اللقاء أوضح مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت الأستاذ عبد الله باجهم بأن اللقاء التشاوري يهدف للتعرف على واقع منظمات المجتمع المدني لتذليل كافة الصعاب التي تعترض سير عملها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الشراكات العملية مع المنظمات الدولية من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج ومواكبة العمل المؤسسي بالجمعيات والمؤسسات للعمل مع المنظمات الدولية. كرست لقاءات عقدت اليوم بالمكلا لمناقشة التحضيرات لإقامة الحفل السنوي السادس الخاص باليوم العالمي للمعاقين في 3 ديسمبر المقبل، حيث استعرض مدير مركز الأطراف والعلاج الطبيعي بحضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي وخلال اللقاءات التي عقدها مع الجهات ذات العلاقة التحضيرات والخطط المعدة من قبل المركز للاحتفاء بالفعالية التي عكف مركز الأطراف على إحيائها سنويا للتذكير بمعاناة المعاقين ولفت نظر المجتمع حولهم وإبراز وجود المركز والصندوق في رعاية ودعم المعاقين وتوضيح نظرة تفاؤلية للمجتمع بأن الإعاقة لا تعني نهاية الحياة بل تعني مزيدا من الإصرار لخدمة الذات والمجتمع. أدى ارتفاع درجات حرارة البحر إلى نفوق وموت سمك السردين على ساحل أبين بالعاصمة عدن، وأوضح مصدر محلي في الأبحاث البحرية أن موت ونفوق أسماك السردين وظهورها في ساحل أبين بكميات كبيرة أمر طبيعي وقد كان متوقعا تماما حدوثه، مبينا ارتفاع درجات حرارة البحر أدى إلى نفوق وموت سمك السردين، واستبعد المصدر ذاته أن يكون هناك تلوث بيئي تسبب بموت الأسماك، لافتا إلى أن الأسماك النافقة من نوع واحد، مضيفا بأن إعصار كيار ليس له علاقة بموت أسماك السردين هذه. سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أجهزة إلكترونية لكلية الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عدن، وتشمل الأجهزة الإلكترونية على كمبيوترات وطابعات وأدوات ربط الشبكة. وخلال التدشين أشاد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حيدرة بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في سبيل النهوض بالتعليم في المدارس والجامعات، مقدما شكره لقيادة جامعة عدن على الاهتمام والتواصل مع الأشقاء لدعم الكلية التي هي بحاجة لهذه الأجهزة أكثر من غيرها من الكليات. يأتي هذا ضمن حملة الدعم المتواصل تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لجامعة عدن بكلياتها المختلفة وبإشراف الهلال الأحمر الإماراتي. نحن سعيدين اليوم بقدوم الزملاء من الهلال الأحمر الإماراتي وتقديمهم دعم لكلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. هذا الدعم الأساس هو متواصل في مجموعة من العدد من كليات جامعة عدن. الشكر موصول لقيادة الهلال الأحمر ولدولة الإمارات العربية المتحدة. واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة شبوة عقب الأحداث الأخيرة التي مرت بها المحافظة، حيث وزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي 26 طنا من المساعدات الغذائية للأسر ذوي الدخل المحدود في مديرية مرخى السفلى، ويأتي ذلك في سياق المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لذوي الدخل المحدود في المناطق المحررة لتعزيز وضعهم المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. وصول قوات سعودية إلى العاصمة عدن في إطار عملية إعادة التموضع لقوات التحالف العربي. غرفة الأرصاد بحضرموت تعلن أن الإعصار المداري كيار بعيد التأثير على المحافظة. الهلال الأحمر الإماراتي يسلم أجهزة إلكترونية لكلية الحاسوب بعدن ويقدم مساعدات غذائية لأهالي شبوة. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.